إرادة كريستيانو رونالدو لأن يذهب إلى مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا في هذه النسخة التي تلعب على مدار الموسم لأول مرة في تاريخ دوري أبطال آسيا. وهو الهداف التاريخي للشامبيونز ليج الأوروبي، وهو الذي أصبح محترفين كما نعرف في قوانين الاتحاد الآسيوي. خمسة هنا، كرة خطيرة وأمامية والراية مرفوعة. لا يوجد تقنية الفيديو في مباراة اليوم، والحذر كل الحذر. اليوم طاقم تحكيم صيني بقيادة فومينغ يلعب كرة لماني، يمرر الكرة لتاليسكا، خطيرة والتصويب قوية قوية، وكرة هنا، كرة هنا لتاليسكا، لكن في وسط المرمى مع كريستيانو، يحاول أن يتقدم في كرة، يلعب كرة بينية جميلة وانطلاقة سريعة راحت لكريستيانو، كريستيانو يتقدم في كرة ويحاول حكم المباراة يشير إلى ضربة مرمى لشباب الأهلي. هو اللي بدأ الكرة، هو اللي خلق الفرصة، هو اللي تقدم إلى الأمام. شوف الكرة وشوف اللقطة، وأمامه يمين ماجد ناصر تلعب الكرة عرضية، محاولة خطيرة وكرة الهدف الأول، الهدف الأول. نعم نعم نعم، تاليسكا 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 يسجل هدف نصراوي أول. النصر يفتتح التسجيل برأسية تاليسكا، تاليسكا الغائب يحضر، تاليسكا الغائب يحضر في مباراة اليوم ويسجل هدف نصراوي أول. كرة جميلة ورأسية في المرمى مباشرة، في المرمى مباشرة على يمين ماجد ناصر، هدف نصراوي. شوف الكرة ورأسية، وحارب عبد الله الآن عرضية خطيرة ورأسية تبعد وتعود، تصويبه من هذه المسافة، تصويبة قوية، والعقيدي في مرمانا واقف العقيدي في كرة لوكا ميليفويفيتش. يحاول شباب الأهلي أن يعود للمباراة، يحاول أن يعود، وكرة تقطع خطيرة جدا عند دبور، وفرصة وخطيرة أمام المرمى، هدف تعادل، هدف تعادل، جول تعادل. شباب الأهلي يعود للمباراة بسرعة، يعود ويسجل التعادل. مشاكل في دفاع النصر واضحة، وهدف تعادل لمصلحة شباب الأهلي. شوف الكرة وشوف اللقطة وشوف التقدم من جانبي شباب الأهلي، يحيى الغساني. شوف الكرة والتمريرة كانت بينية عند دبور، مر بمهارة ومرر كل اللاعبين متقدمين، التغطية كانت سيئة جدا، ويحيى الغساني استطاع أن يسجل هدف التعادل لأن يعيد شباب الأهلي بسرعة. كرة لساديو مع تمريرة أمامية لكريستيانو، يمر كريستيانو يتقدم في كرة، يمرر تصويبة من مسافة لكن إلى خارج أرضية الملعب، إلى ضربة مرمى. تهيأت الكرة أمام الدون، حاول أن يصوب كرة مباشرة، ثم تمريرة لبروزوفيتش، تقارب رائع وتمريرة بينية وكرة أمام المرمى. بروزوفيتش خطيرة خطيرة جدا، لكن تغطية والتصويبة من كريستيانو لكنها ضعيفة، وإلى يد حارس المرمى حارب عبد الله، وانطلاقة لكونان إلى جانب كريستيانو، حصل على الكرة كريستيانو، طلق بسرعة وتقدم إلى الأمام، وحكم المباراة لا يشير إلى مخالفة، لا يشير إلى خطأ لكريستيانو. راحة طويلة وأمامية وصلت عند العامري، ثم لآلف تيل، محاولة لدبور، طلق بسرعة اليمين الأول، وكرة من جانب يصلين، تمريرة بينية وانطلاقة الآن وعرضية ومحاولة لكريستيانو، كانت خطيرة، كان بيكون هدف أعجوبة أخرى لكريستيانو.
يا كريستيانو، راحت الكرة، مرت الكرة، ولو راحت للمرمى هل كان فيها لمسة يد؟ ما في تقنية فيديو، ما في تقنية فيديو مباراة اليوم. شوف اللقطة، راحت منها وعادت لكريستيانو، يحاول كريستيانو، مر كريستيانو وتقدم وكرة. فرصة نصراوية، ما زالت فيها محاولة على اليمين، تاليسكا، يمر تاليسكا يبحث عن تمريرة، بروزوفيتش، فرصة نصراوية، تاليسكا من جديد، حكم المباراة يشير إلى صافرة نهاية شوط المباراة الأول، والنصر يأمل لأن يكون شوطا مثاليا. تلعب كرة عند رينان، من لمسة خطيرة وصعبة للغساني، ينطلق الغساني، خطيرة، وهدف ثاني، هدف ثاني للشباب الأهلي، جول ثاني، الغساني ينطلق في كرة ويتخطى الكل ويصل للمرمى ويسجل هدف ثاني للشباب الأهلي، هدف ثاني مرة من أمام آلف تيل، وسجل الثاني. تقدم الشباب الأهلي بطريقة غريبة وعجيبة، شوفوا الانطلاقة، شوفوا السرعة والتدخل من عبد الله العامري، لم يكن موفقا، آلف تيل لم ينجح باللحاق بالغساني، تقدم وصوب للتقدم إلى الأمام. بروزوفيتش الآن، يمر بروزوفيتش ويحاول يبحث عن كرة، كريستيانو يمر الكرة للغنام، انطلاقة سريعة وتمريرة، وبروزوفيتش وتاليسكو، كرة بعيدة، على فرصة، ويمرر عند غريب، مر غريب وتقدم في كرة، محاولة لبروزو، بروزوفيتش يصوب، كرة بعيدة عن المرمى، إلى ضربة مرمى عند ماجد ناصر، وصلت لغريب، يمرر تمريرة وكرة لكريستيانو، وفرصة للعرضية، وخطيرة أمام المرمى، خطيرة أمام المرمى، مرت من الجميع، وصلت من جديد، ضغط نصراوي، ضغط نصراوي كبير، لكن المرتدة صعبة، المرتدات صعبة، سلم الكرة لبروزو، كرة تبدأ من بروزوفيتش، يمر الكرة، تمريرة ممتازة لكونان، انطلاقة سريعة، ومحاولة نصراوية، وعرضية، وكرة غريبة، غريبة عجيبة، كيف لا تمر؟ كونان حط الكرة مباشرة في المرمى، يبحث عن الوصول، والتمريرة بينية، والمحاولة من الطرف، العرضية منتظرة، وكرة خطيرة، هدف تعادل، أول كرة عرضية عالية على رأس الغنام، الغنام يعادل النتيجة، هدف نصراوي ثاني، جول أخيرا، تعادل، شوف العرضية، أول مرة في كرة عرضية ناجحة، شوف العرضية، والعرضية على رأس الغنام، محاولة نصراوية وعرضية، وكريستيانو مرت، وصلت عرضية ورأسية، وهدف، جول نصراوي ثالث، تاليسكا، الله يا نصر، يحاول، ما زالت متاحة لكريستيانو، يمرر لبروزو، وبروزو، بروزو، خلص النصر في دقائق، خلصها في دقائق، صحيح كان في ضغط كبير، عذب الجمهور، عذب العشاق، خلصها في دقائق.